إذن ينضم إلينا من برلين مراسلنا من هناك عربي مرزوق، أهلا وسهلا بك. إذن عربي، يعني هل هناك تفاصيل حتى الآن حول هذا الانفجار؟ بالتأكيد منى، المعلومات الأخيرة التي خرجت من شرطة مدينة كولونيا، وهي مدينة تابعة لولاية شمال الراين في أقصى غرب ألمانيا، حتى هذه اللحظة أنها ربما أنها عبوة ناسفة هي التي انفجرت في شارع هوهنسولرن رينج في وسط مدينة كولونيا تحديدا، وهو شارع في وسط المدينة. هذا الشارع مملوءا بالمطاعم وبالحانات وبأماكن السهر في مدينة كولونيا، شارع مشهور جدا. عبوة ناسفة صغيرة انفجرت أمام أحد المطاعم، في مدخل أحد المطاعم هناك، أحد البنايات في هذه المنطقة، ولكن لم يسفر عن أي إصابات حتى هذه اللحظة، لأن الانفجار وقع صباح اليوم حتى، وهذه المطاعم بشكل كامل أو الحانات مقفولة مغلقة بشكل كامل صباح اليوم، ولا توجد إصابات حتى هذه اللحظة. لكن هناك عملية كبيرة جدا للشرطة الألمانية انتشرت بشكل سريع جدا، هناك تأهب عام في ألمانيا بعد حوادث الطعن الأخيرة، مخاوف كبيرة جدا من الإرهاب، لذلك ذهبت عدد كبير جدا من سيارات الشرطة، وهناك سيارة تابعة لشرطة المفرقعات أيضا لدراسة الوضع هناك وتحليل الأمر إذا كان بالفعل هي من الجريمة المنظمة أم هو حادث إرهابي في ذلك المكان، ولكن لا توجد إصابات حتى هذه اللحظة، والجميع منتظر الآن المتحدث باسم شرطة مدينة كولونيا أن يخرج على الجميع بالنتائج. ولكن من الملاحظ حتى هذه اللحظة أنه لا يوجد اهتماما عام هنا في ألمانيا بهذه الحادث، ربما هناك معلومات أولية لم تخرج بعد أنه ربما بسبب الجريمة المنظمة، أو أنه حادث عارض صغير للانتقام من شخص ما لسبب ما للجريمة المنظمة، ولكن حتى هذه اللحظة كلها مجرد تكهنات في هذه الأثناء. ولكن المعلومة الوحيدة أن شرطة مدينة كولونيا طلبت من المواطنين عدم التوجه إلى هذا الشارع حتى هذه اللحظة، ونشرت كل هذه الأمور، حتى هناك تغريدة على منصة إكس خاصة بهذا الأمر تستعملها دائما شرطة كولونيا بعدم الذهاب إلى هذا الشارع حتى هذه اللحظة. نعم، يعني عربي تم استخدام كلمة عملية الآن، يعني الشرطة تقوم بعمليات في هذه المنطقة، وبناء عليه يعني تم مطالبة المواطنين بأن يقوموا بإخلاء المنطقة باختصار شديد، يعني ما طبيعة هذه العمليات التي تقام الآن؟ هي هناك انتشار كبير الآن، أنا أنظر إلى آخر رسالة أرسلتها شرطة ولاية شمال الراين باستفالة للمواطنين في شارع هوهنسولرن رينج بعدم الذهاب إلى هذا الشارع في هذه الأثناء، لأن هناك عملية للشرطة كبيرة للبحث ربما عن مفجرات أخرى، لأن المعلومة الأولية فقط هي ربما عبوة صغيرة ناسفة انفجرت في هذا المكان، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات أولية عن طبيعة هذه العبوة. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من برلين مراسل القاهرة الإخبارية عربي مرزوق.